ميكس مثلا اذا عندك شفنا الماتش بارنت وكان في ايتمز جايين من بعده فبيدفشهم لبرات السكرين يو هاف تو يوز لاي اوت ويت اوكي بس انه يعني وكل حسب كل لاي اوت في عنده كونسترينت خاصين فيه فاف يو يوز ا باد كومبينيشن ممكن ما يطلع عندك ذا رايت ريزلت اوكي بس كمان مثلا بالبروجكت اوقات نفس الانترفيس ممكن تنعمل بكذا طريقه انا اي وونت مايند اذا تستعمل كونسترينت لاي اوت او لينير لاي اوت بس المهم اذا كان الايتم فرجيكي بتو ديفرنت سكرينز فمبين انه ات اكشلي shrinks and expands according to the screen size فانت لازم تحافظ على نفس هذه البروبرتي مش لازم يكون مثلا مثبتهم اوكي للفاليوز اوكي بس ما بيهمني اذا حطيته ب constraint layout او linear layout وعملته انه flexible اوكي responsive طيب بالداتا storage guys بين اليوم وبكره حنحكي عن three different ways of storing data on the mobile device واللي هن الفايلز ب with two different types of files access either on the internal storage اللي اوقات كمان بنسميه device memory او internal memory اوكي يعني بتشتري تليفون بيقول لك في الانترنال ميموري هالقد السايز تاعه مش هيك اوكي مش عم نحكي عن الرام عم نحكي هون permanent memory عن كانه اس دي كارد بس internal اوكي مصبوب يصب على الشيب تاعيتك This is the internal storage. It's called, okay? Well, في عنا the external storage. أغلب الأحيان بيقول لك هذا التليفون أنت عم تشتري بيقول لك هذا التليفون it accepts an external SD card up to a certain size. كم يقدر يشغل operating system والarchitecture تاعت الموبايل ديفايس تاعيتك. فهون نحكي عن the external storage. وهلأ من ناقشون في عنا comparative table صغير منحسكم لأنه امتحاننا نحن ما فيه جزء نظري وجزء عملي كله عملي فمش حتنسألوا عنه بس منيح لقلكم أنتو هالتابل يكون حاضرة بذهنكم لا بالحياة العملية لما أنت بدك تعمل آب تنزلها على السوق تعرف إذا أنسب لك تسيف هالpiece of data على الانترنال storage ولا على الاكسترنال storage أوكي إلى حيثيات صغيرة فينا نناقشهم هلأ طبعا بالquestions اللي بيجوا بآخر الكود لابس كمان فيك تتمرن على هدول المعلومات شوف حيسألك إنه أي أنسب تسيف هالنوع من الانفورميشن مثلا user ID على الفيسبوك ما بتدخل الID تاعك كل مرة أوكي فأي أنسب بتسيفها اوكي لازم تسيف له اياها somewhere مش هيك بشكل حتى لو طفى الابلكيشن الفيسبوك او عمل ريسات للموبايل ديفايس anyway كمان ما بيرجع بيطلب منك اللوجن والباسورد مش هيك سو اكيد تسيفت بيرمننتلي ما انا عايشي بس بالرام اوكي طيب وين بيسيفها هون في كذا خيار في يكون انترنال فايل اكسترنال فايل في يكون شيء البريفرنسز كمان مثل ما حنشوف او اس كيو ال لايت داتابيس سو اي خيار منهم تختار الاس كيو ال لايت داتابيس اتس ا سبيشال كيس اوف شو اوف انترنال ستورج يعني الاس كيو ال لايت داتابيس على فكره راحت اجت طلعت نزلت إذا بدك شو ما هي عبارة عن فايل واحد .sql اسمه من اسم الاب تاعيتك عايش بقلب فولدر معين على الانترنال ستورج على الانترنال ميموري اوكي that's it فشو الفرق لكن ليش ما في استعمل انا فايلات على كيفي هلا بنشوف لما نجرب نكتب شيء بقلب فايل جايز لازم تحرص على انه كيف الجيسون فورمات منيح اللي اخذنا تشابتر جيسون قبل يعني كيف هالجيسون فورمات once عندك داتا معقدة مثل list of books بس كل book عنده title عنده author فلازم ترتبهم بطريقه يكون الاوثرات نيمز اوكي الاوثر نيمز يكونوا قاعدين حد التايتل تاع الكورسبوندينج بوك ترجع تسكر بالبريسز لتفتح بوك ثاني يكون التايتل له اوثر خصوصين خصوصيه له مزبوط سو بدي رتبهم بطريقه معينه اكس ام ال جيسون بدك اياه سو بدل ما نستعمل هيك فورمات ونسجلهم بالانترنال ميموري اوكي الاولى ان نستعمل فورمات what we call the SQL format اللي هو بيخليك كأنه Excel بيخليك تسيف big tables okay with plenty of attributes مسيفين by column and plenty of rows وماشيين حسب الأصول تعيت relational databases اللي حنناقشها نحن بكرة okay بس simply إن SQL light database هي بس just a more organized إذا حدا سألك ليش بتحط ب database SQL database ما بتحط بفايل دائما قل له it's a more efficient better organized way of saving and أهم شيء retrieving data later on okay لأنه لو ما SQL يعني structured query language okay لو ما language هيدي اللي بتخولك تكتب queries كتير مهمين بالحياة كتير لذيذين كتير قوية تقول له select let's say nurse okay name and email and phone number from a table في عن nurses join
مع التيبل تاع الدكتورز، وير الشفت عيد هيدي النورس هي ذاتها كانت شفت مع هذا الدكتور بنهار الفلاني ونهار الفلاني، وكان البيشنت نيم ايكوال، اوكي، لتقدر تلقط النورس اللي عطته هيدي الاوفر دوز لهذا المريض، لانه هيدي لازم نتصل فيها نشوف شو قصتها انحى كمان حاسبها. اوكي سو بدك تلاقي داتا معقده بطل فيك تجيبها من وان سنجل فايل. اوكي سو يو وانت تو فايند كورليتد داتا معقده اكثر، ف يو ابسولوتلي هاف تو اوبت فور ا ريليشنال داتابيس، يكون الداتا مسيفه بسيبريت تيبلز ويكون في كونكشن بيناتهم ثرو البرايمري كي والفورين كي اند سو اون اند سو فورث. سو دول حنشوفهم بكره. الاذر ستورج اوبشنز ما ضروري نحن نمرق عليهم هون يعني بنمرق عليهم سريعا، ما في داعي نفكر فيهم كثير بهذا الكورس، هو كيف فيك تسيف الداتا تاعتك ريموتلي اون ذا كلاود. اوكي اذا ما عبالك انت تعمل ويب سيرفر كامل قائم بحد ذاته، سو فيك تستعمل سولوشن مثل فاير بيس لحتى لي ما تسيف الداتا تاعتك ان ريل تايم، او تسيفها كمان كانها جيسون فايلز بس اونلاين على الكلاود. وما بين الاثنين حنشوف الشيد بريفرنسز. الشيد بريفرنسز كمان هن عباره عن انترنال ستورج فايلز، اكسبت انه هن كثير ضمين، هن اكس ام ال فايلز كي ايكوال فاليو. الحلو فيهم انه ما كثير تكتب كود مثل سكانر وبرنت رايتر ومدري مين وكود معقد جافا انبوت اوتبوت، اوكي مع تراي كاتش وهالقصص هيدي، ما شايلين كل هيدا على ظهرك وعاملين لك انه بتخلق فاريبل اوف تايب شيد بريفرنسز كلمه ملزقه ببعضها، بتقول له دوت اديت دوت جيت اديتور. اوكي فبتقول له دوت بوت هذا الكي ايكوال هال فاليو، هذا الكي ايكوال هال فاليو، مثل ما كنت تشتغل مع الانتنت ومع البندل وهالقصص هيدي. اوكي اند ذن يو كان ريتريف ذم ليتر اون، فيك تقول له شيد بريفرنسز دوت جيت هيدي الفاليو دغري بيرد لك اياها. اوكي سو تيبيكلي من اسمه شيد بريفرنسز، بريفرنسز يعني مثل السيتنجز، فهو معمول لتقدر تسيف انت تمبرري كي ايكوال فاليو عندك بقلب الابلكيشن. اوكي او سمول temporary كلمة adjective غلط اني استعمله هون، هو permanent بيسيف على على internal memory for good. لو تفات الابليكيشن لو عملت restart للتليفون ما بينشيله عن التليفون الا ما تعمل انت uninstall الاب تاعتك. اوكي او كمان فيك تخلي الاب بس تفوت، تعرفوا لما تفوتوا على لسة الابليكيشن عندكم في عندكم محل اسمه clear data و clear cache. اوكي سو clear data بتمحي لك الداتا فايلز اللي عندك هون، و clear cache بتمحي لك الفايلات المسيفين بقلب cache directory عندك اياهم. اوكي فهدول actually بيكونوا مسيفين الشيد بريفرنسز جواتهم. For example كانت عندي مرة كان كاميرا آخر مرة استعملتها كاميرا التليفون استعملت تكون موجودة عندك بالسيتنجز تقريبا تاعت التليفون، محل ما بتنقي كمان الريزولوشن تاعت الصور وين الديفولت لوكيشن اس دي كارد. اوكي هاو دي شيد بريفرنسز فورتشنتلي طلعوا مسيفينهم، فبيتيفوا تيبيكلي بالكاش دايركتوري. وقع التليفون انكسر الكاميرا من هون صار فيها هاردوير فوت. اوكي اذا بتفوت عليها دغري كان يرجع تطفي الكاميرا ابلكيشن، فوت عليها ترجع تطفي. طبعا لما كنت انا بدرس هذا البارت من الكورس وبعرف فيهم كنت بدي اخذهم عند شي محل هو يزبط لي اياه. اوكي عندي مشكله بالتليفون الكاميرا اب مش عم بتدور، سمبلي برمتهم براسي قلت موست بروبلي اتس ان اوبشن بقلب شو اسمه لتقول الديفوت كامل المره الجايه بدي اقلعها هي شو. فتت قلت له كلير كاش، ما طلعت مسيف من دايركتوري لو كلير داتا. اوكي كلير داتا ما بيمحي لي صور فورتشنتلي، انا بتشوفهم فيو كيلو بايتس فاكيد مش صور مسيفين هنيك. اوكي وباي ذا واي الصور هن من ضمن الاشياء اللي هن المفروض يكونوا ملك لليوزر، بيقدر حتى ينقلهم على كمبيوتره، فوين بيحطوهم؟ فيك تحطهم او انترنال او اكسترنال ستورج، بس بيحطوهم بسيبريت فولدر اسمه هذا الدي سيم. اوكي سو ففتت قلت له كلير داتا، ما حن كل شيء طلعوا هودي السيتنجز ما حطوهم بقلب شيد بريفرنسز جوا، فرجع على الفاكتوري ديفولت لهيدي الابلكيشن واللي هو انه يكون الكاميرا هي الكاميرا الورانيه. سو فورتشنتلي فور مي رجعت قلعت الاب طبيعي ما في مشكله، بس كل ما بدي ارجع حطها من قدام ترجع تعمل ايرور. اوكي الليست اوف ابلكيشنز قلب السيتنجز من عندك في محل اسمه ابس اند مدري شو لك ابلكيشنز، تفحص عليه في كل لسته الاب اللي عندك هون، فيك تعمل لهم ان انستول كلير للكاش فورس ستوب هالقصص هيدي. اوكي فإذا بتعمل لهم force stop and clear data مبدئيا كل شيء في settings عندك بيروح وبيرجع على default factory settings. okay good نفس الشيء إذا عندك أي app محتفظة بال login والpassword تعولك وعم تعمل لك error for this reason، ففيك تفوت إلا clear cache clear شو اسمه ترجع بتقلع من تاني وجديد، تطلب منك login password صار فيك تدخل another account لفيابل بيرجع كل شيء تمام. okay so let's check how the options. so لكن في عنا shared preferences هني private primitive data موجودة in keep value pairs format. okay typically بيصيفوا فيها settings مثل مثلا إذا عم تلعب game بيسجلوها بالshade preferences بيقولوا last chosen volume أو simply volume equal to 75. okay ثلاثة إنه الصوت كنت أنزل معيره على ثلاثة أرباع،
background color equal to كذا. اوكي let's say هلا مثلا اذا بدور عندي انا يوتيوب على هيدا او هلا الكروم، الكروم داير بالدارك ثيم. اوكي اذا ملاحظين شاشه سوداء عندي اياها. اوكي اذا نزل ابلكيشن هي ذاتها على تليفون ثاني most probably تنزل with a light theme. اوكي بس لانه سيتنجز مسيفين عندي بشيد بريفرنسز هون. unless جماعه الكروم مستعملين اللوج ان والباسورد تاعو لك ليسيفوا لي هودي الداتا كمان على الويب سيرفر تاعي as a settings ما بيبينوا على تليفون اخر. اوكي سو فمثلا يوتيوب كل ما اذا مستعمل الدارك ثيم بس على هذا التليفون، نزل اندرويد ثاني بيطلع عندي ديفرنت باك جراوند. جود الانترنال ستورج هو فور برايفت داتا، اتس ستورد اون ذا ديفايس ميموري انترنال ميموري. اوكي وبالتالي هيدي على فكره فكروا فيها، هيدي دائما موجوده، مش ما في تليفون ما فيه انترنال ميموري ستورج، ما هيك نزل على الاوبريتنج سيستم في شوي فاضي حده، ما هيك هلا صار حتى حاليا مش شوي، هلا بينزلوا تليفونات 128 جيجا يمكن اكبر من الاسدي كارد اللي كان عندك اياها السنه الماضيه. اوكي سو لكن هلا صار يتكل عليهم شوي اكثر. اوكي بس قبل كان ليميتد تيبيكلي ان سايز، وبالنهايه طلع منا انفينيت بكل الاحوال، فما فيك تراهن على السايز تاعها اللي هو افيلبل، بس فيك تراهن دائما على وجوده، اتس ابسولوتلي بريزنت. مشان هيك هيك اشياء مثل اللوج ان والباسورد تاع اليوزر مثل فيسبوك اكيد مسيفهم يا بي اس كيو ال لاي داتابيز مسيفه على الانترنال ستورج بحد ذاتها، يا اما بقلب انترنال ستورج فايل مثل شيرد بريفرنسز او فايل هن على ذوقهم على كيفهم هن انكريبتد. اوكي مشان ما حدا يقدر يشوفهم. بس anyway ما في داعي على فكره كثير يعملوا له انكريبشن، لانه اذا درسين اوبريتنج سيستم ودرسين شوي لينكس علمكم شويه كوماندات لينكس وكذا وقالوا لكم انه بتخلق يوزر اكاونت وخاصه شباب بيشتغل بتخلق اكاونت على لينكس اتس جارانتيد باي ديزاين للاوبريتنج سيستم انه عنده فيري هاي سكيورتي، كل يوزر موجود وانت عاطيه مجموعه فايلز اند فولدرز 70 لهيدا اليوزر وير the group owning the files and the folders of this user هو عبارة عن group الاسم تاعه من اسم اليوزر بحد ذاته، يعني group ما في حدا آخر معه موجود معه بهذا الجروب، بحيث أنه كمان زايدين عليهم how the files and folders and all the other users يعني all the other users they cannot read nor execute nor write to these files or from these files. You guarantee بهالطريقة هيدي by design للينكس أنه ما حدا حيقدر يفوت على الفايلات تاعولك. أوكي هيدا باختصار لا let's say نزلت اوبونتو بيخلقوا لك جروب من اسمك. اوكي بيعطوك يوزر اي دي وكل الفايلات اللي موجودين بالماي دوكيمنت ماي كذا بيخلقون بيحطوهم باسمك انت وباسم الجروب تاعك، بيعطوا لك ولا الجروب تاعك ريد رايت اكزكيوت بيرميشنز، وكل الاذرز بيعطوهم nothing at all. اوكي طبعا اوكي سو فيك تعطي بيرميشنز للاونر تاع الفايل للجروب اونينج ذا فايلز وللاذرز. اوكي طيب اذا انا هذا الجروب ما في غير انا ممبر وحيد فيه معناتها ولا حدا تاني اوكي بيقدر يشوفهم، وكمان الاذرز باي ديفولت. سو شو بيعملوا جماعه الاندرويد؟ بنوا على هيدا النظام لانه هو بيس على لينكس، كل اب بتنزل فيسبوك اب ليتس سي بيخلقوا له اكونت بنفس الاب اي دي، هذا الاب اي دي اللي هو com.kaza.facebook. اوكي بيخلقوا اكونت بنفس الاسم. اوكي هن ضامنين انه على البلاي ستور اتس يونيك، ما في حدا يجي يدعي انه انا com.facebook.something. اوكي فلهالاب تاعت الفيسبوك ذير از اونلي وان اب اي دي يونيك بكل الكره الارضيه، هيدا الاكونت بيخلقوا منه يوزر نيم اند باسورد على الموبايل ديفايس تاعك انت. اوكي لكل اب في يوزر جديد، وبيخلوا كل الفولدرات الموجودين بالانترنال ستورج مش هيك بيسموها برايفت داتا، لانه على هيدا الانترنال ستورج بيخلقوا فولدر للداتا لهيدي الاب الاونر تاعه هو facebook.com، هذا اليوزر اللي خلقوه هن باسمه، والجروب هو facebook.com، والاذرز they cannot neither read nor write nor execute anything inside this folder. شو ضمنوا؟ باي ديزاين من دون ما يكتبوا اي اكسترا لاين اوف كود لا بالجافا ولا بالسي ولا سي بلس بلس، مع زبحانه جماعه الاندرويد، ضمنوا انه باي ديزاين الفيسبوك فيها تكون مريحه راسها انه الفايلات الموجودين جوات الفولدر تاعها no other app will get access to them. الا إذا أنت عامل روتينج للموبايل ديفايس تاعك، يعني منك مسلم يد اليد للأوبريتنج سيستم الأندرويد، عامل له روتينج وشي واحدة من الأب اللي نزلت أعطيتها روت بيرميشنز، أوكي؟ ساعتها هيدي فيها تعيث فسادا بالموبايل ديفايس مثل ما بدها، أوكي؟ سو أي أب أنت منزله أعطيها روت بيرميشنز تعمل شو ما بدها، أوكي؟ هذا مثل بعالم الآيفون إنه عامل جيل بريك، أوكي؟ سو فمشان هيك هيدي شوي ريسكي اذا واحد نوفيس يوزر مش كثير محبذ انه يعملها، بس اذا كان ادفانس يوزر بيقدر يعمل هيدا الشيء بيمشي الحال. يس يا يا يس في طريقتين، يا بيعطون ديب اكسس على نفس الفايلز اند فولدرز او موست بروبابلي
بيعملوا بيستعملوا الكونتنت بروفايدرز، شيء نحن ما اخذناه هون بهذا الكورس ولا حتى داتابيس، مش حنحكي عن حنقول كمان هدول كونتنت بروفايدرز نعمرهم على ظهر الداتابيس ونعطيهم اكسترنال اكسس لغير ابلكيشنز. اوكي، فبيستعملوا نفس هذا الداتا موديل، اريح لراسهم مشان ما يصير في سيكيورتي بريتشز. اوكي، بس ما في شيء بيمنع الجماعات الاندرويد سامحين انه نفس الديفلوبر لتو ديفرنت ابس بيعطيهم نفس الاب اي دي. اوكي، بيصيروا بيسيفوا بنفس الفولدر، زي شير ايزير. اوكي، ان ان ايزير واي، بس منا ريكومندد. واتس ريكومندد مثلا الفيسبوك والمسنجر موست بروبلي هن عن جد تو ديفرنت ابس بتو ديفرنت اي ديز، بس رافعين الكلفه بيناتهم، عارفين الاكزاكت classes names والexact activities IDs and so on، بيقدروا يفوتوا عند بعضهم بسهولة to get the contacts أو to get messages أو notifications and so on and so forth. okay، so هني لأنه نفس developer بيقدر شو ما بده، حتى بيقدر يعمل token كتير معقد encrypted وكذا وبيتبادلوا بين بعضهم مثل كأنه إنه authentication، أنا بحق اللي يفوت عندك أخذ and so on، so بيعمل data model اللي بده إياه، بس most of it they would get access through content provided. okay، good. So like an internal storage دائما available, very secure لك تحط براسك باختصار, and private data بس الاب تقدر تشوفها ولا اب تاني تقدر تشوفها. ال external storage ال SD card فيك نفس ال SD card فيك تشيلها تحط محلها dual SIM card، ما هيك another SIM card. So بهاللحظة هيدا اللي انت مسافر فيها ال SD card منها available. So ال apps بتاع ما يعملوا crash لازم يتوقعوا اذا مسايفين جزء من الداتا على ال SD card لازم يتوقعوا انه الداتا منها available. Let's say YouTube لما سافرت مؤخرا كل الداونلودد فيديوز it seems ماني منتبه انا حاططهم على الاكسترنال اس دي كارد، ففتت بدي احضر بعض الفيديوهات، يعني انا بكون ناطر بالمطار كذا، فتت بدي اكمل التعلم تاعي، لقيتهم منهم افيلبل، اوبس موجودين على الاس دي كارد، انا هلا حطيت رقم تليفون ثاني، اوكي محل السيم كارد، اوكي محل الاس دي كارد، اوكي ف I have to live with it. وكمان جماعة اليوتيوب كان مش لازم يروحوا يفتحوا دغري الفايل بلشوا يقروا منه، كان لازم يعملوا له تشيك اذا موجود ايه ولا لا. اوكي، فهلا بنشوف التو لاينز اوف كود اللي تعملهم فيهم تشيك لتشوف اذا الاكسترنال ديفايس از افيلبل ايه ولا لا. اوكي، نيفرذليس ما بتعطى الهم للستورج، اتس اب تو ذا اند يوزر. 64 جيجا انت له بيجي بحط محله 128. اوكي، سو فكمان بدك تعرف شيلهم تحطهم سليف باي كمبيوتر صار هدول الفايلات بينقشعوا. فجماعة الفيسبوك كان غلط انه يسيفوا لك اللوجن والباسورد تاعك على الاس دي كارد تاعك. لو قلت لهم يوز اكسترنال ستورج بيستعملوه ليسيفوا البوستات الاخرانيات، ليسيفوا الصور، ليسيفوا شيء. اوكي، بس ما فيهم يستعملوه ليسيفوا لك اللوجن والباسورد، لانه سنسيتيف انفورميشن. مما معه اياها بيقدر يدعي انه هذا انت وبلش يشوف كل الفيد تاعك، بيقدر يعمل فريند ريكوست اون بيهاف اوف يو اند سو اون اند سو فورث. اوكي، مثل الكوكي اللي بيعطوا لك اياها البراوزر تاعك لازم يكون انكريبتد، ما حدا يجي يفتح كمبيوترك وياخذ الكوكي ويسرقه ويعمل فيها قصص. جود، سو اند ذن ال SQL Lite Database حنشوفهم بكرة. الكونتنت بروفايدرز اللي كنت عم بحكي عنهم they store privately and make available the data publicly. So بيستعملوا مثل SQL Lite Database behind the scenes and they make an exposure. بتقلي مين مستعمل content provider غير Facebook وMessenger اللي يحكوا مع بعض ويأخذوا الكونتكس؟ بيعتبروا في جزء من معلوماتهم منهم ملك لألهم، مثلا الأغاني نازلين على التليفون أصلا ما بيكونوا ملك لحدا، الصور أوكي يعني مما كان فيك تشوفهم بـ another viewer، ما هيك فيك تستعملهم الأغاني مشان تعملهم رينكتونز عندك، فبتجي أب برانية منها الديفوت ميديا بلاير بس هي يمكن ألارم أبليكيشن. أوكي، كمان غير أسس بعد الكونتنت بروفايدر ممكن يكون مثل الفون بوك أب، لما بتضيف انت ارقام تليفونات على الموبايل ديفايس تاعك متوقع ان انت يمكن تعمل لهم شير مع واتساب او تعمل لهم شير مع فيسبوك. اوكي، فعندهم داتابيز انترنالي بس بيقدموا كونتنت بروفايدرز بيقدم خدماته للعالم الخارجي لغير ابلكيشنز، طبعا بيس على بيرميشنز. اوكي، وبيس على رضا الاند يوزر. اوكي، سو بهالطريقه هذه. جود، سو بيوند اندرويد نتورك شفنا كيف اوريدي مثل ما كنا عم نجيب من النتورك فينا كمان نبعت على النتورك، فينا نستعمل كلاود سيرفيسز such as Firebase ريليشن داتابيسز او ريل تايم داتابيسز. والكلاود باك اب اكشلي هو باي ديفولت هلا صار شغال من الاندرويد اي ثينك 6 اذا ماني غلطان، وبالجايه صار باي ديفولت التليفون تاعك هلا كبه بالماي، جيب تليفون جديد دخل نفس الجيميل اكاونت لحاله بلش it pumps كل الابس تاعولك مع كل الكونفيجريشن تاعولك، يعني actually كل البرايفت داتا فولدرز they are backed up automatically. هلا لهم شروط تقراهم اونلاين بيقول لك انه ما بيعملوا باك اب، شوفي دول اشاره السينك. اوكي، فممكن يكون انت معطله، هن باي ديفولت اصلا ما بيعملوا الا ما تكون انت على الواي فاي مش على ال 3 جي والتليفون تاعك ايدل و و و. اوكي، وحطه بالبطاريه، فانا مثلا كل ما بحطه المسا بتشارج بكون فاصل الانترنت، فاصل كل شيء وبنام. اوكي، فموست بروبلي تليفوني مش عم يعمل باك اب هلا دوريا، فهلا
ما في كثير يكون عندي high expectations وكبه بالماي ولاقي كل شيء. إنه قبل ما كبه بالماي لازم أتأكد إنه كل شيء is backed up. أوكي بس by default هن بيعملوا هذا الشيء عنك. حطه بالكهرباء, أعطيه واي فاي وطفي السكرين ما تستعمله. They will make a backup automatically on behalf of you. أوكي مع إنه فيك كمان تعطله manually إذا بدك. So هذا الكلاود باك اب ل 90% من الداتا تاعتك عشان تكون الابلكيشنز عم بيسيفها. يعني مثلا حضرت فيديو معين يوتيوب دغري يسجل انا وين وصلت فيه ولا ما في يعرف انا وين. اوكي باي ذا واي يوتيوب حتى بيسجله اونلاين على الاكونت تاعي, يعني من الديسكتوب في ارجع اعرف كمل الفيديو محل ما انا وصلت له. اوكي جود, سو ليتس تشيك فايلز, هاو تو ورك وذ فايلز. الفايلز جايز مش حيكون في عليه كود لاب, حعمل انا عليه لايف ديمونستريشن بثاني بارت من الحصه بعد ما اللي مستعجلين بدهم يعملوا ديفنس وهذا بشوفهم, وبعدين برجع بعمل لكم ديمو كود لاب بس عن الفايلز لانه ما في عليه كود لاب. الكود لاب موجود على شيد بريفرنسز كثير هين كثير لذيذ. اوكي 5 6 لاينز اوف كود ما انه شيء كثير صعب. اوكي سو الفايلز اتفقنا لك ان اكسترنال ستورج عم بيسيف بالبابليك دايركتوريز مين من كان بيقدر يشوفهم, كل بقيه الابس على التليفون, وحتى مين ما اخذ هذه الاس دي كارد وحطها على اي كمبيوتر ثاني. الانترنال ستورج يو هاف برايفت directly and not shared with any other app. So the applications can browse the directory structure, أكيد, and they can create their own directories, جوات الدايركتوري المسموحة فيهم. Well, they are very similar to what you expect on a Linux machine and using the Java input-output library. يعني كلكم شفتوا بالجافا input-output library كنتوا تخلقوا print writer, buffer reader, scanner, data input stream, data output stream. هدول الكلاسز كلهم available لكم يا جماعة. اوكي هلا اللي منه موجود بالسلايدز اي ثينك لازم يا اما تسمعوا مني شفهي تتخيلوه, يا اما لازم احط له شي سكرين شوت ابقى افرجيكم. اذا عندي موبايل ديفايس عامل له روتينج في يفوت شوف من قلب الايميليتر, بس اعمل ران لشي اب بقدر في محل بالاندرويد ستوديو على اليمين من تحت اذا بتنتبهوا له اسمه ديفايس اكسبلورر. اوكي بيطلع بالاندرويد ستوديو بتشوف كثير ويندوز ايفنت وبيلد ولوج كات وكذا, في واحد اسمه ديفايس اكسبلورر. اذا الديفايس تاعك عامل له روتينج بتفوت على ديفايس اكسبلورر بتلاقي كل الفايلات والفولدرات عندك هون مبينين ان كلير. او كمان خذ الاس دي كارد تاعيتك حتى بالكمبيوتر تاعك وفوت عليها, صار سليف, صار بيسلم دغري ايديه لورا شو بدك بيعطيك. ما هيك بتفوت بتلاقي في فولدر اسمه اندرويد, جواته في فولدر اسمه داتا, عم تخيلوا معي؟ اوكي بقلب داتا في فولدرات على عدد ما في عندك ابلكيشنز, زي نزل 50 اب في 50 فولدر بلا 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 كوم دوت جوجل دوت مابس كوم. اوكي سو كل الابلكيشنز بنفس الاب اي دي بتلاقي في فولدر من نفس اسم الاب, جواته في تو ديفرنت فولدرز, واحد اسمه داتا اي ثينك, واحد اسمه كاش. الداتا هو الداتا فايلز اللي مبدئيا بيرمننت, والكاش الفرق بيناتهم هلا بنشوف انه الكاش بيسمحوا لحالهم الاندرويد اوبريتنج سيستم يعمل له كلين وانس انت تشوفوا هذا, اوقات بتفوت على البرفورمانس اوبتمايزر تاع الاندرويد بتقول له لك اوبتمايز بيرفورمانس, بيقول لك يلا كليننج مدري شو كليننج كاش. سو هدول بيسمح لحاله يشيل كل شيء انت حاطه بالكاش, اما الداتا فولدر العادي فما بيقرب عليه, ما بيمحي لك اياه, ما بيمحي الا اذا انت فتت على ليست الابلكيشنز وكانك عم تعمل لها انستول بتقول لها فورس ستوب اند كلير داتا مش كلير كاش, بيمحي لك الداتا ساعتها فولدر. وكمان لما تعملها ان انستول اصلا ما بيبقى اثر منها انكلودنج هذا الفولدر اللي اسمه داتا بيمحى. اوكي بخلاف الويندوز اذا بتلاحظوا على الويندوز بتنزل لك اوقات شي اب تمحيها, مثلا اندرويد ستوديو امحي بيبقى في فولدر اسمه دوت اندرويد ستوديو قاعد عندك بقلب الهوم الهوم يوزر فولدر بقلبه ما اعرف 1 جيجا اند هاف. اذا ما انت بعد شي سنه انتبهت له ومحيته لانه عندك اس اس بيطنشوك ما بيمحوا لك اياه. اوكي هلا شو فكروا عم بيعملوا معك خير, بركي رجعت بعد اسبوع نزلت الاندرويد ستوديو يو كان ريستور ذا سيم سيتنجز وفايلز. اوكي بس انا مين وايل اخذت لي جيجا ونص من كمبيوتري. اوكي سو بخلاف هون على الاندرويد they will wipe your data automatically. يعني مثلا كنت منقى سيتنجز والاغاني هيك شكلهم وكذا, نزل الميديا بلاير من المحي رجع نزله ان انستول انستول بتلاقي نسي اسماء الفايلز وبده يرجع لك يلا سكانينج يور ديفايس ليرجع يجيب لك الموسيقى. اوكي اند سو اون اند سو جود. So لكن we have an internal folder فينا نعمل فيه شو ما بدنا. هات لنشوف مقارنة بين internal storage والexternal storage. So أول شيء لازم تعرفوا إنه هذا internal storage is always available. Okay؟ بس تعمل install الأب حقك يكون عندك directory وcache directory. It uses the device file system. الadvantage بهالحالة إنه أنت it is secure private لألك. بس on the other hand, typically it's limited. وفي عندك concurrency أنت وبقية الأب.
اوكي عم تتصارعوا على الموضوع. يعني بين حدا هلا بده ينزل جيم جديده سوبر خارقه بس 500 ميجا مثلا بس عبيله يلعب فيها يجربها، والاب تاعيتك اللي ما عادش عم تعمل ومش كثير معبره، they will uninstall your app. اوكي انه والله مثلا شو انه اب للبلديه فحتشيلها. اوكي اذا بتشوفها بتاخذ مثلا 200 ميجا تقول لا بشيلها وعندي 300 على جنب صار في نزل هالجيم. اوكي ليش اب للبلديه تاخذ 200 ميجا؟ اوكي سو ما فيك كثير كثير تنجلق على الاند يوزر وتسيف له كثير داتا عنده. اذا ما كان جربس جيم تعرف انه فيها كثير مابس، فيها 3D، فيها كذا، ف it's justifiable. اوكي ف this is why you have to pay attention. انت عم تعمل internal device memory you have to reduce the amount of data that you save. It's only your app can access the files unless explicitly set to be readable or writable by other applications. هيدي هون الجواب كمان على سؤاله لبيير انه you can allow other applications يفوتوا يعملوا access عليها. كمان هني what they allow currently من ما بعرف من اي version من الاندرويد they allow انه two different apps they share the same app ID. بيسمحوا لهم كون two different applications عنده two different launches بس they share the same app ID. هون بيطلع عنده نفس اليوزر account على Linux system وبيقدروا they can easily share the files. On app uninstall, the system removes all the apps files from the internal storage. وإذا كنت مسيفهم بالكاش directory, they might be wiped out لما يكون صغر الـ space available. Okay? Good. مين بيقدر يتخيل الفيسبوك وين بيسجل الـ data تعيد اليوزر اي دي؟ وانس اجين هات لنرجع ناكد عليها لان اكيد مسيف لك اياه سموير. وفي كمان البوستات اخر 10 بوست او اوكي اذا هلا فصلت ال 3 جي بدل فيك تشوفهم، ففي بارت من الداتا مسيفه لوكالي. سو برايكم وين بيسيف هودي الصور والاخر كم صوره واخر كم بوست؟ هات لنشوف. اها تيبيكلي بالكاش. اوكي ليه؟ لانه قول له ليك انا ما خصني اقعد طلعوا علي سيت وانا كثير جريدي بالسبيس وتصير العالم يعملوا لي ان انستول. اوكي انا منزلهم اصلا كرمالهم مشان لما يكون عند حكيم الاثنين ما في ارسال يقدر يشوف البوستات الاخرانيات، بس حاطهم بالكاش مشان يبرق التليفون لازم له سبيس. ما بيقول لك انه فيسبوك اخذ كثير محل، فيسبوك بيطلع الفوت برنت تعيته عندك اوكي صغيره. اوكي يعني بيقدر الكاش يرجع يعمل لها وايبنج اند يو كان ليف وذ كل انفورميشن. اليوزر اي دي وين ممكن يكون مسيفون؟ انترنال ستورج وتحديدا بالداتا دايركتوري مش بالكاش دايركتوري، لانه مزعج لك اول شيء ما بتاخذ سبيس كثير ومنيح تضلها بيرمننتلي دايما لحديت ما تعمل لها ان انستول الاب يو اكسبكت انه بحاجه ترجع تعمل لها لوج ان من ثاني وجديد. جود جود سو ذيس از ا سبيريت. بس هذا اللي لازم انتم تعرفوه، ولو انه انا ما يعني بالامتحان حقول لك سيف هيك او هيك وانت يو دو وات ايفر يعني مش حتكون كريتيكال. اوكي يس الكاش ما ليش ليميتد سبيس؟ لا ما مش مفروض مش ما فيك سيف قد ما بدك. هو بس عم بيسالني اذا ليميتد سبيس الكاش. لا الكاش دايركتري مثل الدايركتري العاديه. الفرق الوحيد هو انه لما يلزم له الاوبريتنج سيستم مور سبيس على الاس دي كارد الانترنال اس دي كارد بيمحيه ولا بيسالك. اوكي لانه هذا لايك باي نيتشر هذا المطلوب. ففور اكزامبل حسب البوليسي تاعت الاب، بس مثلا لو عم بعمل اب فور اي ليرنينج وبدي اسمح انه بعض الفيديوز ينعملوا انستول داونلود اكشلي اوف لاين تصير تحضرهم اوف لاين. سو ذي ار فور ليمينس يس، بس انا هون بدي اقرر يا اذا بحطهم بالكاش دايركتوري لازم كون معتبر انه الاند يوزر مش حيزعل اذا عمل استعمل جيجا 2 جيجا 3 جيجا وطاروا لما عمل كلين للموبايل ديفايس. اوكي انه او اوبتمايز موبايل ديفايس بيرجع ينزلهم ثاني وجديد. اوكي بينما لو انا بعتبر لا انا يوزر وانس عمل لهم داونلود على مسؤوليته الخاصه. اوكي سو انا الاولى انه مثلا قال له نقي بدك اس دي كارد اكسترنال اس دي كارد ولا انترنال. اذا نقى اني واي انترنال كون على مسؤوليته الخاصه وححطهم بالداتا فولدر لانه الاكسبكتيشن تاعت اليوزر لو عمل اوبتمايز للديفايس ما يمحوا هودي مش حيخطر على باله انه محوا الفيديوز صرف عليهم نص الواي فاي كونكشن تاعته بالبيت. اوكي سو مش حنرجع نمحي له اياهم، هو بده كان بالسفره تاعته يحضروا لهودي الفيديوز. اوكي عم نحكي مثلا اي دي اكس او يوداسيتي او خان اكاديمي او شو بدك او مودل. هدول الاي ليرنينج ابلكيشنز مثل مودل كمان مودل اب اي دي اكس ما اي دي اكس دوت اورج منك مستعمله. اتس اي ليرنينج ويب سايت في فيديوز موجودين ففيك تعملهم داونلود اوف لاين. انت بتقرر تحطهم على الاس دي كارد ولا على الانترنال ميموري، بس كل الاحوال ما بيسيفوهم بالكاش، بيسيفوهم بقلب الداتا دايركتوري لو هن فوليومينس. اوكي لانه الاكسبكتيشن تاعت الاند يوزر انه هودي الفايلز خلص على مسؤوليته عملهم داونلود
فبدو يهون يكون available for good. Okay, good. بالإكسترنال ستورج it's not always available. ممكن يشيل الأسي كارد. It can be removed. It uses the device file system or physically external storage like an SD card. Typically it's word readable. يعني انت اذا سيفوا لك image او صورة لألك على SD card ما في حدا داعي ياخد permissions. App تاني انت منزلها فيها تكون على فكرة اذا مش مأملة لهيدي الاب او هيدي الاب خزعبلة ومش كتير مشهورة ما في شيء بيمنع الديفالبر انه يكون اخد منك granted access على SD card. ممكن معناها هي weather app. عساس قلت لك I want to use your SD card. انت غافل لك الله شفت عند رفيقك لقيتها الوانها حلوين نزلت قال لها اوكي I grant permissions تطلع بتصير بتعمل ستريمينج كل شيء في عندك على SD card تبعته على ويب سيرفر قلت لك يلا خير وبركه يا بتعزم فيه بعمل فيه من بدي اوكي طبعا هلا فيك تكون بارانوي ما تنزل شيء او فيك تقول لا انه باي ديفولت انا ما عندي شيء خطير يعني اذا شافوني انا عم بعمل سكي اتس نوت ا بيج ديل اوكي بس نو ذات از وورد ريدبل سو اني اب كان ريد ات اند اون ان انستول The system does not remove the files. لأنه بيعتبر إنه هذول word shareable. Okay? So هذول هن الفروقات بيناتهم. طيب. هذه البارت الconceptual. هات نشوف practically كيف بيشتغل معهم. It's quite straightforward. So هون باختصار عم بيقول لك أيمتى بتستعمل أي وحدة. Internal when you want to be sure that neither the user nor other apps can access your files. External, it's best for files that do not require access restrictions and you want to share with other applications and you want to allow the user to access with a computer. Okay, good. هون عم بيقول لك عن user's files save them in the shared storage. So save new files that the user acquires through your app to a public directory where other apps can access them and the user can easily copy them from the device. They recommend this strategy, okay? Well, save the external files in public directories اللي هن إذا بتفوت على الـ SD card دغري بيعملوا لك formatting بيخلقوا لك folder اسمه ringtones, folder اسمه like DSIM, okay? للكاميرا and so on and so forth. Use how the folders لأن هدول هن default folders اللي غير applications اللي بتفوت عليهم لتعمل لهم scanning لتجيب منهم الموسيقى أو لتجيب منهم ringtones أو لتجيب منهم الصور, okay? How to deal with the internal storage? في عندك two functions. واحدة اسمها get files dir, get files directory. بترد لك ال path من slash android slash data slash اسم الاب تاعيتك slash data. Okay, لتوصل على ال data folder. والتانية نفس ال path بس بالأخير slash cache. Okay, so how do you بيردوا لك path؟ ده أكثر ولا أقل. إذا بتشوفون بيردوا لك variable of type file. وهون الشباب والصبايا لازم يتذكروا معي انه الفايل هيدا ما عرفتم درسينكم اياها بهالطريقه هيدي لو انا كنت محل جامعه الجافا كنت غير الاسم سميه فايل ديسكريبتور او فايل باث ديسكريبتور لانه اوعى تفكر انه هذا هو عن جد فايل اوكي فور اكزامبل انا في اخلق هلا نيو اوبجكت اوف تايب فايل نيو فايل واقول له سي نقطتين سلاش اي كلام ما الجافا ما بيقول لك شيء ما بيعمل لك اكسبشن ولا ايرور اكبر دليل انه الكلاس اللي اسمها فايل في عندها function dot exist بترد لك بولين إذا هالpath موجود إيه ولا لا إذا بدي له ها 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 أوكي بحيال لي dot exist بترد لي false مش موجود هيك folder عندي على C أوكي so لكن it's just a file path descriptor بس هو بيقول لك شو الpath تاعك يعني. لا شك لو كان الpath موجود لكان الpath محترم C نقطتين backslash users backslash Bilal backslash Android Studio أوكي dot exist true أوكي سكانر على ظهره بيخلق لي سكانر اقرا لي الفايل اللي بيقرا اوكي سو لكن هو جاهز لانك تقرا اتس اولموست ا فايل بس اتس مسليدنج لانه الطلاب لما يشوفوا فايل بيقول لك انا دغري في اعمل عليه سكانر وكل شيء تمام لفيبل اوكي بس يو هاف تو ميك شور انه ذا باث از جود ذا باث از فاليد اوكي فمشان هيك يمكن ات واز وايزر انك تسمي فايل النقطه الثانيه كمان كنت بسميه انا اسم معقد اكثر من هيك تسميه فايل اور دايركتوري فايل اور فولدر يعني اذا بدك بعالم الويندوز فايل اور فولدر path descriptor لانه جماعه الويندوز نحن متعودين على الويندوز كثير كل حياتنا بالنسبه لنا في فرق في الفايل اللي بقدر اقرا واكتب منه وفي الدايركتوري اللي لونه او الفولدر لونه اصفر مش هيك سو هدول مختلفين عن بعضهم سو نفس هذا الكلاس اللي اسمه فايل يا جماعه اتس مسليدنج فيك تخليه يأشر على ماي دوكيومنتس اوكي وفي عنده فانكشن اذا بتقول له اسدير اذا بتقول له دوت اسدير بيقول لك ترو اذا مأشر على my documents slash my homework dot doc بتقول له dot sdir بيقول لك false لانه منه directory okay so شايفين لكن اسم file على الحل هو فعليا بيعني يا file يا directory
وبيعني مجرد path، مش ضروري يكون path حقيقي وموجود. اوكي، اذا كان يا بيرد لك على exist true او بيرد لك false، يا بيرد لك على is directory true or false. اوكي، فلكن مستعملين كلمه